الله الرحمن الرحيم. كان الحديث الاستفادة من فقرات من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان أول الدعاء: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. النية الحسنة والعمل الحسن، هذان أحدهما يوجب صحة الآخر ويوجب قبول الآخر. النية الحسنة إذا لم يكن معها عمل حسن وحدها لا تنفع. العمل الحسن إذا لم تكن معه نية حسنة، هذا العمل الحسن وحده لا يفيد. النية يجب أن تكون حسنة، والعمل يجب أن يكون حسنة، ولحسن النية درجات، ولحسن العمل درجات. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يسأل الله تعالى في هذا الدعاء أن ينتهي الله سبحانه وتعالى بنيته إلى أحسن النيات، يعني أرفع درجات النية الحسنة، وينتهي بعمله إلى أحسن النيات، يعني أرفع درجات أحسن الأعمال، يعني أرفع درجات العمل الحسن. نفس الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أكو حديث ولعله مستفيض، في حديث مفصل سؤال عن الإمام زين العابدين: أفضل الأعمال ماذا؟ أنتم الحمد لله أهل العلم، أهل الوعظ، أهل المطالعة والمعرفة بالأحاديث والمراودة لأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. عندما تلاحظون هذا السؤال يوجه إلى عدد أئمة عليهم الصلاة والسلام، ما هو أفضل الأعمال هنا؟ وبنية وبعملي إلى أحسن الأعمال. أحسن الأعمال ما هو؟ العلماء يقولون الجمع المضاف، الجمع المحلى بأل يفيد العموم، الأعمال جمع محلى بأل، يعني كل الأعمال أحسن من كل الأعمال. شنو هذا السؤال؟ وجه إلى عدد من المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ولعله وجه إلى جميعهم كل في زمانه. أنا رأيت عن عدد منهم صلوات الله عليه، كل إمام أجاب بشيء. أفضل شيء واحد، فإذا صار هذا أفضل، هذا أفضل، هذا أفضل، أو هذا أحسن، هذا أحسن، هذا أحسن، ما يصير على نحو العموم، ما يصير. عادة العلماء يجمعون بين مثل هذه الروايات إما على
معنى الإضافي يعني معنى النسبي، أو يجمعون بينها على درجات الحسن. يعني أفرضوا في رواية إذا أكو صلة الرحم أفضل الأعمال، أو في رواية الصلاة أفضل الأعمال، أو في رواية الإيمان أفضل الأعمال، أكو في هذه الرواية وغير ذلك أيضا. عادة العلماء يجمعون بأحد جمعين، الفقهاء في الفقه هم نفس الشيء يسوي، أكو هيش روايات، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام بمقتضى حال الشخص السائل أحيانا كانوا يجيبون، على الإصطلاح العلمي قضية خارجية مو قضية حقيقية. فإما يقولون هذا يحمل على درجات الأفضلية، درجات الأحسنية، إما هالشكل، أو على الأحسنية والأفضلية النسبية. أنتم إذا تلاحظون كتاب جواهر الكلام في الفقه عشرات وعشرات وعشرات الموارد والمسائل، هذا المطلب يذكره صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر أيضا في الكتب الفقهية. ولكن في موردنا فيما نحن فيه، الفقهاء يقولون إذا لم يكن شاهد جمع آخر، يعني إذا رواية أخرى أكو، ذيك الرواية تشهد على جمع هذه الروايات، فلا يجمعون بهذين الجمعين، مسألة النسبية والإضافية ومسألة المراتب والدرجات. في هذا فيما نحن فيه، مسألة أحسن الأعمال ماذا؟ الإمام زين العابدين صلوات الله عليه عندما يسأل الله وبعملي، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال، شنو ده يطلب من الله سبحانه وتعالى حتى نعرف شنو، حتى احنا نتابع هذا الشيء. واحد اللي يريد يعمل، يريد يحصل معيشة لنفسه لعائلته، فد مكان يومية يشتغل ينطو دينار، مكان آخر يومية يشتغل يطو دينارين، مكان آخر يومية يطو عشرة دنانير، هذا يأخذ يروح هذا المكان اللي يطو دينار ودينارين؟ لا، يروح ذاك اللي أحسن، يروح هناك اللي أكثر، ما دام هو يدور معيشة، المعيشة هناك أحسن. شنو أحسن الأعمال؟ رواية خاصة عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، أكو رواية مفصلة منها هذه القطعة. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الأعمال ما عمل بالسنة. أفضل الأعمال ما عمل بالسنة، سنة يعني وظيفة، سنة مو يعني سنة مقابل الفريضة، المراد بالأعم من السنة والفريضة، كما هذا بحث علمي، هناك أدلة وشواهد كثيرة لذلك. يعني كل إنسان الآن وظيفته شنو؟ أفضل الأعمال له هو هذا العمل. الإنسان اللي عنده عائلة، عنده زوجة، يجب عليه نفقة زوجته، ما عنده فلوس، أفضل الأعمال لهذا الإنسان شنو؟ أنه الآن يروح يحصل فلوس، يكتسب أو يعمل أو يقترض، يعطي لواجب النفقة. أفضل الأعمال لهذا الإنسان الآن هذا الشيء. الإنسان اللي يرى أن العالم منغمس في الضلالة، أفضل الأعمال شنو إله؟
أنه يروح يتعلم علوم أهل البيت ويعلمها الناس، كما في الرواية الصحيحة عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، يتعلم علومنا ويعلمها الناس. الإنسان الذي بينه وبين رحمه قطيعة أحسن الأعمال، وبعملي إلى أحسن الأعمال. أحسن الأعمال لهذا الإنسان شنو؟ مو أنه يقعد يصلي الليل، أحسن صلاة الليل حسنة، ولكن الأحسن من صلاة الليل أن يروح يصل رحمه. الدراسة حسنة، ولكن الأحسن من الدراسة الآن أن هذا يروح يصل رحمه. ما عمل بالسنة، هذا الحديث يجمع كل الأحاديث، يعني هذا الحديث يكون شاهدا وقرينة ودليلا على أن المراد بالروايات المتعددة في الموارد المختلفة عن العديد من المعصومين عليهم الصلاة والسلام في تفسير أحسن الأعمال وأفضل الأعمال أنه كل كان بحسب ذلك المورد، كما ذكرت قضية خارجية. أحد تلاميذ المرحوم والدي الله يرحم جميع الأموات نقل لي، قال أنا في اليوم من الأيام رحت عند السيد قبل أن يذهب إلى الدرس، رحت عنده سلمت عليه، قلت له سيد أنا عندي فت سؤال، حتى إذا بنظركم هذا السؤال مو مهم، أما يهمني هذا السؤال وإن كان أخذ من وقتكم، ولكن اسمحوا لي تعذروني. قال تفضل. قلت سيدنا إذا الآن أنتوا علمتوا بعد ساعة تموتون أو بعد يوم تموتون، هذا آخر حياتكم، خلال هالفترة القصيرة شنو تسوون؟ قال كان قاعد، يعني قبل اللي يروح للدرس، موسم وقت الدرس كان قبيل الدرس، كان فاتح كتاب الجواهر دا يقرأ يطالع، يقول بدون أن يتأمل، وهذا على خلاف عادة المرحوم الوالد، كان الذين كانوا محشورين معه كانوا يعرفون عادة بسرعة ما كان يجيب، كان يتأمل ولو تأمل مختصر. قال بدون تأمل اللي هو كان يقول يظهر أنه سابقا كان مفكر في هذا الشيء، مفكر بي عنده جواب حاضر. قلت له سيدنا شنو تعملون في هذه المدة القصيرة؟ إذا علمتوا اقترب موتكم، بعد ساعة بعد يوم تموتون، شو تسوون خلال هالفترة؟ لسه هذا السؤال إذا وجه إلى أي واحد، إذا وجه إلي ربما أو إليكم ربما نفكر أنه شنو أفضل أعمال في هذا الإنسان. يقول السيد بلا تأمل على خلاف عادته قال هذا العمل لي الآن أنا مشغول، يعني مطالعة الأحكام الشرعية. قال لأن واجبي الآن هذا، هناك طلبة أنا أدرسهم وأنا في مستوى مرجع تقليد، فالناس يسألون مني مسائل، فلازم أستحضر المسائل حتى إذا واحد يسألني ما أقول له روح باكر تعالوا حتى أشوفه حتى أقرأ، بالمقدار اللي أقدر أحضر الأجوبة. فهذا العمل أفضل الأعمال ما عمل بالسنة. وظيفته مرجع التقليد أنهم يعني من وظائفه طبعا من أهم وظائفه أنه يهيئ المسار حتى من يسألوه لا يعطل الناس في الجواب بالمقدار اللي يقدر، بالمقدار اللي يتفق. وظيفة الشخص في تلك الحال ماذا تقتضي؟
هذا فد شيء معروف وبه روايات فوق الاستفاضة على الاصطلاح العلمي في الدراية، روايات متعددة في الكتب الأربعة الموجودة في الكافي، موجود في غير الكافي، في البحار، في موارد أخرى، في كتب الصدوق، في كتب الشيخ الطوسي، عن العديد من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروي. هذا الشيء الذي ينقل عن سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، على المعروف أن يوم عرفة يوم استشهاده صلوات الله عليه، مسلم بن عقيل جاء إلى الكوفة وقبض الكوفة في قبضته، والناس انصاعوا إليه، وهو رسول الحسين صلوات الله عليه، وكيل الإمام الحسين، ممثل الإمام الحسين صلوات الله عليه. بعد ذلك ابن زياد جاء وأراد أن يسترجع الكوفة، قصة المعروفة للخطباء ينقلوها، وموجودة القصة في البحار أيضا. وأحد الرواة هذه الرواية هو مسلم بن عقيل سلام الله عليه. ابن زياد جاء إلى زيارته هاني ابن عروة في بيته، واتفق مع مسلم على أن مسلم يختفي خلف الستار، وفي الأثناء يخرج مسلم ويضرب عنق ابن زياد، قضية هم تنتهي، مسلم بن عقيل هم ينتصر، لأن كوفة كانت مع مسلم بن عقيل، ابن زياد كان قد جاء وبعنف وبعنوة وقسوة كان يريد استرجاع الكوفة. صار القرار بين مسلم بن عقيل ما عمل بالسنة، شنو عمل بالسنة؟ وبعملي إلى أحسن الأعمال، أحسن الأعمال للمسلم شنو شان؟ عمل بأحسن الأعمال. صار القرار أن يطلب هاني الماء، عند طلبه الماء يخرج مسلم ويضرب عنق ابن زياد، يقتل ابن زياد. ومسلم العقيل خلف الستار والسيف بيده، مصلت شجاع عنده، قوة عنده، كل شيء هم جاهز. هذا طلب الماء، مسلم العقيل ما طلع، ثاني مرة طلب الماء ما طلع، ابن زياد أحس بالشر قام طلع، قال للمسلم هاني قال ليش ما طلع؟ قال تذكرت حديثا سمعته عن من سمع عن رسول الله، مسلم يرويه عن رسول الله، طبعا هو مو من الأصحاب، هو من التابعين، رأى العديد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الحسين عليه الصلاة والسلام، ولعله سمعه على الإمام الحسين عليه السلام، ولعله سمعه عن أبيه عقيل، وعقيل من أصحاب رسول الله. فالتعبير أكو كأنه سامع هذا الحديث عن أكثر من واحد، عن مجموعة من الناس سامع هذا. الإسلام قيد الفتك، ثلاث كلمات أما حقيقة الدنيا تنتهي في يوم، وهذه الكلمات بتنتهي، قيد الإنسان المقيد اللي يقيده، الإنسان المقيد شلون ما يقدر يتصرف، ما يقدر يأخذ ينطي، اللي يدي بكلبشة مقيدة. الإسلام زنجير محيط بالإنسان حتى لا يفتك، يعني لا يغدر، قال هذا فتك، هذا غدر،
لاحظوا، يعني هذه الفرصة اللي أكبر شخصية سياسية طبعا بعيدة عن الإسلام، أكبر شخصية سياسية يعتبرها فرصة ذهبية فوتها مسلم. والعلامة المجلسي رضوان الله عليه ما أدري وين من البحر، لأن العلامة المجلسي يروي هذه الرواية في أماكن عديدة من البحر، لأن مروي عن الأئمة عن النبي صلى الله عليه وآله. في مورد من الموارد العلامة المجلسي مبالي هو يقول أو ينقل عن بعض أنه لو كان مسلم قاتل في ذيك اللحظة، العلامة المجلسي ينقل أو اجتهاد شخصيا ما أدري، يعني الآن مو شايفه بالبحار من زمان شايف أنه لو مسلم بن عقيل ذيك اللحظة كان يقتل ابن زياد كان الكوفة تستتب له، والحسين عليه الصلاة والسلام في الطريق قادم ويأتي إلى الكوفة ويحكم الكوفة ثم ينتقل إلى البصرة ثم يقوى جانب الحسين صلوات الله عليه، وربما أردوا بيزيد وبحكومة بني أمية وبكل شيء. أكو فرصة سياسية ذهبية أعظم من هاي الفرصة؟ أكو فرصة عسكرية ذهبية أعظم من هاي الفرصة؟ فوتها مسلم بالحق. أفضل الأعمال ما عمل بالسنة. سنة شنو؟ السنة الآن لمسلم بن عقيل شنو كانت؟ الإسلام قيد الفتك، في بعض الروايات الإيمان قيد الفتك. أكو شخص من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يعني الآن ما أجب بالي من واحد من الأصحاب، يقول للإمام الصادق عليه السلام عندي جار، ويجيب اسم الجار بالرواية موجودة بالكافي موجود هذا الحديث، وباعتبار جمهرة من العلماء هذا الحديث من ناحية السند أيضا صحيح، لأن رواة الحديث كلهم ثقات، فقط الحسن بن محبوب يروي الرواية عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه، وإن الحسن بن محبوب يعتبر من أصحاب الإجماع، وقلنا كما قال جمهرة بأن أصحاب الإجماع من يروون عنه من المجهولين لا يضر بصحة السند، يعتبر سندا هم صحيح. على كل الروايات عديدة أكو في المجال، منها هذا الرجل يقول للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام واحد فلان، يجيب اسمه للإمام الصادق، يقول هذا جار إلي ويسب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه على علي بن أبي طالب، يجوز لي أقتله؟ الإمام ينقل له عن رسول الله ببالي عن رسول الله صلى الله عليه نفس الحديث، يقول لا، الإيمان قيد بعضهم قرأوا قيد الفتح، كما لعل الأبلغ الأجمل قيد الفتح، يعني فد واحد تحاربه ويحاربه تقتله مثال، أما تغدر به الغدر ما يجوز حتى في الحرب في الجهاد، الفقهاء يقولون لا يجوز الغدر، هذا شوفوا الجواهر الكتب الأخرى، شوفوا الرياض، شوفوا شرح اللمعة، الكتب اللي كتاب الجهاد، الخدعة في الحرب جائزة أما غدر مو جائز، يعني فد واحد جاي عنده يزوره هذا يقتل، هذا غدر، هذا مو خدعة، خدعة يعني بالحرب، الحرب قائمة، هذا دا يقتل ذاك، ذاك دا يقتل هذا، هذا يصيح يولد أجواء، هذا ما يخالف في ساحة الحرب. في حرب الجمل وما هو المعروف، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
في وسط الحرب صاحب محمد، محمد بن أبي بكر، صاحب إذا أختك، أخت عائشة، عائشة كانت تقود الجانب المضاد لأمير المؤمنين، تقود جيش البصرة. صاحبه إن سقطت أمك، إن سقطت أختك، لا تخلي واحد يدنى لها. جيش عائشة، تصوروا أن عائشة إما سقطت أو قريب السقوط، تفرقوا عنها، انهزم الجيش. هذا يسمى خدعة، الحرب خدعة. أما غادر ما يجوز واحد يطو أمان، أو لا ما منطي أمان، واحد جاي البيت الإنسان. ابن زياد من شر الناس، أما جاي في بيت هاني بعنوان الزيارة مو بعنوان الحرب. عظمة مسلم بن عقيل هنا، التاريخ يخضع لهذه النقطة. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه هنا يسأل الله، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. أحسن الأعمال لنا نحن أهل العلم، شنو؟ ما قاله الإمام الرضا صلوات الله عليه، يتعلم علومنا ويعلمها الناس. علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إذا وصلت إلى الناس، الناس يهتدون. في مجال الوجوب هذا أحسن من كل واجب آخر، وفي مجال الاستحباب هذا أحسن وأفضل من كل المستحبات. العياشي محمد بن مسعود العياشي، هذا الرجل العظيم المعروف، هذا الرجل كان في بغداد معاصر للشيخ الكليني أو شوي أسبق منه في ذلك الزمان، بالدقة ما أدري، لعله معاصر لأواخر الغيبة الصغرى أيضا، إذا قبل الكليني هو أكيد معاصر الغيبة الصغرى. لذلك اليوم الشيعة في بغداد أقلية يعني عددهم من ناحية العدد، ومحمد بن مسعود العياشي كما يذكر المؤرخون ومنهم المرزا حسين النوري رحمة الله عليه في خاتمة المستدرك، محمد بن مسعود العياشي كان من علماء العام، من العام كان عالم، وقد ألف في ذلك الوقت كتبا عديدة، وأسماء الكتب موجودة، شيخ الطوسي ذاكر أسماء الكتب، الرجاليين ذاكرين أسماء الكتب، إلى الرجاليين المعاصرين اللي يذكرون محمد بن مسعود العياشي ذاكرين اسم كتبه، كتب التي ألفها في زمن كونه من العامة، والكتب ألفها تأييدا لذلك الفكر. أسماءها موجودة بس الكتب لعلها مو موجودة. عالم شاب وكان عالم نشيط، كتب عديدة مؤلفة، جماعة من شباب الشيعة ومن هم التاريخ مو موجود، يوم القيامة ينكشف. هؤلاء غيروا فكرة محمد بن مسعود العياشي، سوى الشيعي، سوى تابع لأهل البيت، هذا قسم من تفسيره، هذا صار
شيعي صار تابع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الشيء ذاكرين في تاريخه من الشيخ الطوسي إلى هذا اليوم في الكتب ذاكرين، في كتب التراجم ذاكرين، في كتب الرجال هم ذاكرين، في كتب الرجال باعتبار أنه راوي عنده روايات، في كتب التراجم باعتبار أنه من العلماء. هذا الرجل ذاكرين أن أبوه مسعود كان من التجار الكبار، لما مات ورث هذا محمد العياشي المعروف، ورث من أبيه 300,000 دينار ذهب. 300,000 دينار ذهب يعني أكثر من 1,000 كيلو ذهب، أكثر من طن ذهب. كاتبين هذا الثروة الضخمة أنفقها كلها في سبيل أهل البيت. أولئك الذين صرفوا أعمارهم، أن عالم بسرعة ما يتغير في العالم، هذا مو جلسة واحدة وجلستين وجلسات وفرد وكلام. الذين صاروا سبب لهدايته، هذا مو أفضل الأعمال هذا العمل كان. يتعلم علومنا، هذه الرواية أيضا رواية صحيحة السند. يسأل عن الإمام الرضا صلوات الله عليه عبد السلام ابن صالح الهروي، هذا خادم الإمام الرضا عليه المكنى بأبي الصلت، هذا أبو الصلت اللي يسموه، وهذا هذا من ثقات الرواة، كان خادم الإمام الرضا عليه السلام، ولكن كل فقهاء الشيعة يخضعون إجلالا، وفقهاء السنة أيضا يخضعون إجلالا. خادم في المستوى هذا يروي هذا الحديث، بقية السند هم ثقات. رحم الله من أحيا أمرنا، أبو الصلت يسأل يقول يا ابن رسول الله كيف يحيي أمركم أو كيف يحيى أمركم، الإمام يقول هاتين الكلمات، يتعلم علومنا ويعلمها الناس. وبعملي إلى أحسن الأعمال، أحسن الأعمال هذا الإنسان يتملى من العلم. إذا تملى من العلم من علوم أهل البيت هم هو يصير إنسان معتدل. ما عمل بالسنة في كل وقت، ما عمل بالسنة يكون هم ينتشر عن عمله وقوله إلى الآخرين ويهتدي الناس. أنا مكرر سامع هنا هذه القصة اللي أنقلها عن المرحوم السيد البروجردي رضوان الله عليه، اللي كان زعيم هذه الحوزة العلمية قوم بعد المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري، الآن بالعشرات لعله بالمئات يوجدون في قم من حضروا درس السيد البروجردي رحمه الله أو التقوا به. هذه القصة هم مكتوبة في تاريخ السيد البروجردي، أنا شايفها هم منقولة عنه مكررة. أحسن الأعمال شلون يسوي الإنسان؟ السيد البروجردي رحمه الله في المدة كان يدرس الأصول عصرا في هذا مسجد أشقالي هنا. اليوم رايح السيد للدرس وهو على المنبر يدرس علم الأصول، الشيخ اللي يذكرون اسمه الكتب المطبوعة هم ذاكرين اسمه، الشيخ حاضر في الدرس، السيد رحمة الله عليه من يلقي موضوع الدرس الشيخ
ينتقد يستشكل على السيد، السيد يجيب عن الإشكال، الشيخ يرد أيضا يستشكل على جواب السيد. السيد رحمة الله عليه عند الإجابة للمرة الثانية، يعني عند الإجابة على الإشكال الثاني، يحتد في الكلام، والشيخ يسكت. الله يرحم السيد مصطفى الخنساري، مكرر ناقل هذه القصة، وأنا هم مكرر كنت قد التقيت به في بيته وخارج بيته، من ملازمي المرحوم السيد البروجردي، كان ممن ينقل هذه القصة هو هذا السيد. السيد يقول أنا كنت صليت المغرب بعدني ما مصلي العشاء، إجا خادم السيد البروجردي يقول السيد يريدك الآن تعال. يقول أنا إجيت شفت السيد بادي عليه التأثر، متألم مبين منه، واقف عند باب مكتبته، وقال لي هذا الشيخ اللي هاليوم استشكل علي، وأنا في الجواب احتديت عليه، أريدك تأخذني إليه قبل أن أصلي المغرب والعشاء حتى أعتذر منه. أنا احتديت هذا مو صحيح. السيد البروجردي ذاك اليوم مرجع عام للشيعة، يقول قلت لسيدنا أنا أعرف هذا الشيخ، هذا الشيخ يصلي في المسجد الفلاني في قوم، إمام جماعة، صلاة جماعة عنده، وبعد الصلاة فد مدة يذكر مسائل شرعية للناس، وهذا يطول لما يروح للبيت، وللمغرب في الساعتين ثلاث ساعات لما يروح للبيت. إذا تحبون، يعني هسه مو موجود بالبيت، إذا تحبون أنا هالليلة أخبره باشر صبح بخدمتكم نروح. قال ما يخالف. يقول السيد المصطفى الخنساري رحمة الله عليه أنا رحت للبيت خبرت الشيخ أنه السيد باشر يريد يجي يعتذر مني. حقيقة درس. يقول الصبح أنا قمت سيد مصطفى الخنساري، يقول رحت للحضرة الصبح، عادتي كانت أروح لحرم فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، رجعت من الحرم وصلت باب البيت شفت السيد البروجردي راكب بالعربانة، باعتبار أنه رجل كبير السن مشي صعب عليه، وباب بيتي واصل حتى سوى نروح إلى بيتي. أنا هم ركبت ويا السيد وجينا إلى بيت الشيخ، غرقت الباب، الشيخ فتح الباب ورحب بالسيد. الشيخ رجل من الطلبة، السيد مرجع عام للشيعة، ولعل الشيخ من المقلدين للسيد هو. يقول السيد دخل لزم إيد الشيخ، هذا ينقل السيد المصطفى الخنساري، لو ما كان أيضا كاتبي في بعض المطبوعات ربما أنا ما كنت أنقل هذه القصة، يعني ربما يستثقل تحمل هذه القطعة. يقول السيد البروجردي أخذ إيد الشيخ سحبها راد يقبلها، السيد البروجردي يقبل إيد الشيخ، يقول ولكن الشيخ بقوة سحب إيده ما خل. السيد البروجردي قال له تعذرني تعفيني أنا احتديت بارحة وياك، ما كان لازم هيك أسوي، ما عمل بالسنة. يقول الرجل قال سيدنا أنت مثلا، أنت مولانا، أنت سيدنا، أنت رئيس المسلمين وأنا واحد منهم،
توجهك إلي هذا فضل لي. يقول كرر السيد البرجل قال تعفيني تغفر لي. يقول بعدين هم إلى آخر العمر كانت لا تنقطع صلاة السيد عن الشيخ. يعني الإنسان إذا صدر منه شيء وشعر بأنه ما كان فيه أحد ما عمل بالسنة شنو إلى الآن؟ أحسن الأعمال شنو إلى في هيش مستوى؟ سيد البروجردي رحمه الله مع هيك إنسان. الإنسان إذا ما يكون متملي ممتلئ من علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما يقدر يسوي هذا الشيء، ما يوفق. يتعلم علومنا، علومنا جمع مضاف باتفاق وإجماع كل من يتعرض لهذه المسألة من علماء البلاغة، علماء النحو، علماء اللغة، علماء الأصول، علماء الفقه، بالإجماع يقولون الجمع المضاف له ظهور في العموم، يفيد العموم. كل علومهم يتعلم علومنا، هاي مو قضية مهملة، إلها سور، سورها الجمع المضاف، هذه الكلمة لها سور. يتعلم علومنا كل علوم، طبعا بمقدار طاقته لا يقصر في هذا. بعدين ويعلمها الناس، أحسن الأعمال هو هذا. هذه الليلة ما أدري على رؤية الهلال، على كل على الاستصحاب، هذه الليلة ليلة عرفة وليلة عظيمة في السنة، وغدا ليلة عيد الأضحى. حسب الروايات، حسب كتب الأدعية، عرفة يومها أفضل من ليلها، والعيد ليله أفضل من يومه. يعني أعمال عرفة أعمال للنهار غالبا على الأكثر. الإمام الحسين صلوات الله عليه عند دعاء في يوم عرفة، والإمام زين العابدين عند دعاء في يوم عرفة، والإمام الصادق عليه السلام عند دعاء في يوم عرفة. أدعية ثلاثة إلى واحد وفق لقراءتها وتأملها كنز عظيم، كل واحد كنز عظيم. المرحوم الشيخ عباس القمي حتى لا يثقل على المتعبدين، فقط ذاك من هاي الأدعية الثلاثة دعاء الإمام الحسين صلوات الله عليه. وفي البحار والكتب الأدعية الأخرى موجود دعاء الإمام السجاد ودعاء الإمام الصادق. يوم عرفة أعماله عمدة الأعمال في يوم عرفة، وفي عيد الفطر وعيد الأضحى عمدة الأعمال في الليل، في ليلة العيد. بس شنو أفضل الأعمال هذه الليلة وغدا وليلة الغد؟ يتعلم علومنا ويعلم الأدعية اللي نقراها هذه من ضمن علوم أهل. زيارة الحسين صلوات الله عليه غدا أو حتى هذه الليلة كما في يستفاد من بعض الروايات، وليلة العيد ويوم العيد كما يستفاد أيضا من بعض الروايات في اليوم في نهار العيد، زيارة الحسين من ضمن علوم أهل البيت، مملوءة هذه الزيارات بقطع من علوم أهل البيت عليهم الصلاة، بالتوحيد، بالنبوة، بالعدل، بصفات الله الثبوتية، صفات الله السلبية، شنو يجوز إطلاقه على الله، شنو لا يجوز إطلاقه على الله، معرفة الله، معرفة الله. هذه الأدعية
أعظم باب وأوسع باب لمعرفة الله ومعرفة أصول الدين هذه الأدعية، هذه الزيارة. أما واحد يتعلمها، مو فقط يقرأها، يتعلم أصول الدين، فروع الدين، أحكام الإسلام، أحكام الشريعة، أخلاق الإسلام، آداب الإسلام، ما يتعلق بالمعاد، ما يتعلق. ترزخ ما يتعلق بما راح نتوجه إليه. هذه الأمور، هذه الأشياء يتعلمها الإنسان من أهل البيت عليه الصلاة والسلام، يتغير حاله، صدق يتغير حاله ويجعله غير ذلك. تشوف فد إنسان كلمتين متعلم، صف صفين رايح دارس، أو فد كتاب دارس، أو شوية يعرف كلمات، بعد يريد يتكبر على كل شخص. تشوف مرجع تقليد في مستوى السيد البروجردي رحمه الله، لمجرد أنه في الجواب محتد، يقول شفته قال قبل لا أصلي المغرب والعشاء أروي، بس السيد نفسه مو موجود. الخبر أفضل الأعمال ما عمل بالسنة. السيد البروجردي يعرف أن صلاة المغرب والعشاء الآن تقديمهما في أول وقت مستحب مو واجب، وما محتمل أنه يكون هذا واجب علي وواجب فوري. إذا الآن أنا متت وما مصلي المغرب والعشاء، مو مسؤول، لأن الله سبحانه وتعالى وسع الوقت. الإنسان إذا مات أول الوقت وما كان يصلي المغرب والعشاء، يقال له لماذا لم تصلي؟ مستحب، والله ما موجبه. نعم، إذا إلى آخر الوقت ما صلى عمدا يقال له لماذا. شفت السيد واقف بالباب، أشكي باب المكتب دي منتظر. هذا منين يجي؟ هذا الحالة زينة يوم مو زينة؟ أحسن حالة الحالة اعتباط ما تجي خلفية ضخمة إلها هاي الحالة. حقيقة إحنا إذا احتدينا ويا واحد بعد ذلك اقتنعنا بأنه ما كان في محل، مستعدين نسوي هذا الشيء، ونحن في ذلك مو في ذلك المستوى. وانته بنيتي الى احسن النيات، نية وحدها ما تكفي، مو ما تفي، وبعملي الى احسن الاعمال. هذا من علوم اهل البيت. اسال الله سبحانه وتعالى ببركة اهل البيت ان يوفقنا لهاتين الخصلتين، صلى الله على محمد واله الطاهرين.